نمشي شياب تكثر في الاحزاب كل واحد فينا حار في الانتخاب حاب نمحيهم هالاحزاب من وجود الحزب متاع الخضر والدخان والقنفود باش تولي مسؤول لازمك صاحب اصول ولازمك خويا زادة عندك محصول ماشي صوت يجيك اسمع يا سيدي واصل لازمك كذاب كيف تحكي حرك مفاصلة واصل مثال شنسج على هل منوال رد بالك في اجتماع يعني طيحولك سروال يا اشباه الرجال يا احزاب 2011 الدخان اليوم ولا بلاش جيبوا لنا شكري الوعر جول في التأسيسية وفي الهجوم عمل أفوزي رويسية كان عندك رئيس جمعية غير ما تخاف يشدها البنزرتي ويساعدوا سلاح الزحاف تكوين الشباب حطوا لنا حزب التكتل يلموا الجوالات اللي تفتل واللي تصفل استاد جديدة قالوا لنا قريب يحضر تقليم الأعشاب خلينا للحزب أكثر واللي باش يهيش الناس في الفراج خلينا اللي يحب يسكن قرطاج بث المباشر صي لقيت الحل بدل فريكونس قناة المستقلة كان جيعو الجوارات الصحة متاعو فات اطلب في دي بي يجيبولك سكروتات ملا مأساة اليوم سالو دموعي بالضحكة عليه هاك حزب الشيوعي يحب ينشر لفساد في البلاد مادام النهضة تسمح بتعدد الزوجات منشوفو فيهم في القناة اللوطانية يلبس كوستيم وكرافات قهوية ويقول الحرية احنا اللي جبناها والعصابات ما تخافش هربناها خلي اعزاها السكات هي جت الانتخابات لو تعرف الصح لو تفهمها الحكايات الشعب قالوا فاهم الضحك تقريبا زراق كفريت برنامج متاع حزب الافاق حزب السياح والاصلاح بالسلاح احزاب اليسار اشترهم عاد سراح الاتحاد الديمقراطي والوطن والوطن احزاب متاع اشتاك خليها تحضر لك فن ما دام هما احزاب مناسبات احزاب دربك اللي نشطح وباعث القناة يقيدوا في الوفيات يعمر له في الخيرات علوش متاع العيد زينو بالشعارات واحزاب اللي واط تاع نسمه وزيد عنقني الكلام امتحم والله يا سر فلقني صدقني ما نسميك انتي ثورية كان ما تحاسبني براس الكلب نبيل القروية اروي الشباب والخمر بالروج صندوق الفطيرة ينسير غير ما يشوفوش اشبيها الناس تخاف اليوم من نهضة يا خسارتك الناس هاكي على شكون باش ترضى يحسابوها النهضة اعظم من طالبان باش يتنقبوا في بلاصة الفستان يحسابوها ليغزر بالمرا ولا يشوف يتعدم يتقتل بكلاشينكوف برا اسكن في الكهوف وفي الصحراء مخيمين هذوكم الناس تحرث قنطر الدين الشعب قالوا فات مضح تقريبا زراق كفريت برنامج متاع حزب الافاق حزب السياح والاصلاح بالسلاح احزاب اليسار يشترهم عاد سراح الاتحاد الديمقراطي والوطن والوطن احزاب متاع اشتاكا خليها تحضر لك فن مادامهم احزاب متاع مناسبات احزاب دربك اللي نشطح وباعث القناة يقيدوا في الوفيات ويعمر له في الخيرات علوش متاع العيد زينو بالشعارات واحزاب اللي واط متاع نسمو زيد عنقني الكلام متاعهم والله يا سر فلحني صدقني ما نسميك انتي ثوري كان ما تحاسبني براس الكلب القروية.